السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله للمرة التانية على التوالي احنا من داخل مزارع القاسم للأغنام البرق الحر. طبعا حضراتكم العرض اللي فات نزل 25 خروف لحم، بسم الله ما شاء الله. العرض ما كملش يوم وتحمل تاني يوم، 25 خروف اتحملوا مرة واحدة، فبجد الله أكبر. المزرعة الغنم فيها نظيفة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ولكن مبدئيا قبل ما نبدأ عرضنا، أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك تدعمونا بيه عشان نقدر نحن نستمر نعرض لكم من جميع المزارع المحترمة اللي انتوا تقدروا تدعوا لنا دعوة جميلة لما تروحوا تشتروا منها. يلا بينا نبدأ حلقتنا، وتنساش اللايك، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة من داخل مزارع القاسم للأغنام البرق الحر، تمام. النهاردة المزرعة بتقدم لحضراتكم 14 خروف برق حر لحم للأضاحي، 14 خروف برق حر لحم للأضاحي، تمام كده. حاجة أنا مش هشكر، لأن يعني العرض الفواخر يا جماعة بتعرف لما انت تتفرج على العرض والفيديو قدام حضرتك، طبعا انت بتبقى فاهم ان الحاجة ديت محترمة، مش 100% لا، بتبقى 1000000%. طبعا حضراتكم بسم الله ما شاء الله، يا ريت نذكر ربنا اول ما تتفرج على الفيديو دوت وتشوف بنفسك الغنم عاملة ازاي. يبقى كده العدد 14، الوزن بتاعهم من 44 كيلو لحد 60 كيلو، من 44 كيلو لحد 60 كيلو. طيب السعر بتاعهم كام؟ السعر جملة 4900 جنيه، يا بلاش يا جماعة، والله العظيم يا بلاش. السعر تاني 4900 جنيه للخروف الواحد لو انت هتشيل الـ14 على بعض، ده سعر نهائي مفيهوش اي كلام. طيب انا دلوقتي راجل عايز اشتري قطاعي، حاجة كده محترمة للأضحية، مفيش اي مشكلة. حضرتك بتقدر تتواصل مع المزرعة، وعلى حسب الخروف اللي انت هتختاره وعلى حسب وزنه المزرعة اللي هتحدد لحضرتك السعر بتاع الخروف اللي انت اخترته، تمام كده يا جماعة. حضرتك تقدر تتواصل مع استاذ اشرف صاحب مزارع القاسم على رقم 012-00-66-80-17. الرقم هسيبه لكم في الفيديو، تقدر تنقلوه وتتواصلوا معاه فورا، لان فعلا عروض المزرعة ما شاء الله عليها ما بتقعدش. الحاجة النضيفة يا جماعة ما بتقعدش. بالنسبة لمكان مزارع القاسم، موجودة طريق قاهرة الإسماعيلية بعد بوابة كارتة أبو سلطان بـ8 كيلو، تمام كده. برضو أي استفسار تقدروا تتواصلوا مع الرقم اللي أنا هسيبه لحضراتكم. يا رب يكون العرض عجب حضراتكم. في ناس كتير برضو كانت طالبة مني عرض لحم، أدينا نزلنا عرض لحم محترم وفواخر اهوت عشان خاطر عائلة المزرعة البيتي. اتمنى من حضراتكم، انا عايز الفيديو دوت بجد اي راجل جدع من عائله المزرعه البيتي ما ينساش يدوس لايك للفيديو ده. انا عايز عدد لايكات على الفيديو ده كتير جدا يا جماعه عشان اشوف مين المتفاعل معانا ومش مين اللي مش متفاعل معانا. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، واشوفكم ان شاء الله على خير، واسيبكم بقى تستمتعوا بالعرض الجميل ده مع كوبايه الشاي الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.